يلا بسكوت اسوي رامي احا ارسلها هادي قبل لا يتوفى باسبوع ما شاء الله اتصلت فيه حالي برجع بعتذر منه لما اشوفه حياتي ما تخيلت اني ومشان هيك اليوم جمعكم لحتى احاول اصلح الموضوع gonna do the road trip رامي عمل تويت بتقول هاشتاج road trip بدي اعرف شو بدي اقول لمرتي تشم الكذبة على بعد كيلومتر خلينا ناخذ الطريق الاقصى ونروح على طول على بيروت or we go through the scenic route what's the scenic route قتلت ثروة وطنية يا غبي حبكت دلوقتي قررتوا تعملوا رود تريب مع اصدقاء الطفولة على اساس راح تمزح اللي صار في الخمس سنين الماضية بكل سهولة وكل شيء يصير تمام الوضع جنان بجنان You okay dude? انا شادية كان عز رفيق إلي بعدين كده كده مش ده اللي هيرجع هادي يا معلم ايه بس يمكن يرجعنا لنا فجأة كده عايزنا نركب معاك العربية ونطلع لغاية بيروت هاي اخو منطقة الله دي اكون انتو اعز اصحابي اللي تكونوا معي We've always been around bro So beautiful here. تتذكر هذا شو كان يقول؟ It's not the destination. It's the time we spend together on the road. طلع!